نركز في اقتصادية دبي من خلال رخصة تاجر على دعم أصحاب الأعمال الحرة التي تمارس أعمالهم من محل إقامتهم في دبي، وترويج الأنشطة التجارية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. يسعدنا التعاون مع شركة أرامكس وإيجاد منصة لدعم وتطوير المشاريع الناشئة وتوجيههم إلى المسار الصحيح والترويج لمنتجاتهم. مرحبا، أحمد مرعي، مدير شركة أرامكس في الإمارات. في أرامكس ندرك أهمية تمكين المشاريع الناشئة ومساعدتها لخلق فرصها الخاصة. أرامكس كانت شركة صغيرة في 1982، كبرت ووصلت للعالمية، ونتمنى من خلال شركتنا مع اقتصادية دبي أنه نوسع دعمنا للمشاريع الناشئة ليكبروا ويصيروا شركات عالمية ويكونوا جزء مهم من الاقتصاد المحلي لإمارة دبي.